معايا ايضا احد المعلمين المتضررين. اي فندم سماح حضرتك. فندم حضرتك حضراتكم عليكم السلام. وقفت وقفة احتجاجية كانت سلمية، يعني حصل فيها شوية اشتباكات في نهايتها، بعض الأفراد محتجزين. كل هذه نقاط ذكرتها إحدى المتضررين قبل حضرتك، لو حضرتك حابب تصحح معلومة أو تضيف فأنا مع حضرتك. تمام حضرتك، واحنا من الأول المسابقة أعلن عنها في شهر 7 2022، اتقدم للمسابقة 140,000 من الإدارة اللي انطبقت عليهم الشروط، اللي هو تقدير جيد، سن لا يتجاوز ال 35 سنه، جنسيه مصريه، حاصل على مؤهل رياض اطفال او تربيه اساسي. انطبع لهم شروط 110,000، 110,000 دخل منهم الامتحان فعليا 95,000. المسابقه كانت تطلع ان هي تجيب 30,000. حضرتك اللي نجح اساسا من التنظيم والاداره 28,000 وكسور. يعني احنا ما كملناش العدد. شهر 3 كده احنا ظهر اسمائنا في تنظيم الاداره 28,000 اللي احنا ناجحين، والوزير صرح ان في هيبقى مسابقه تكميليه لتكميل العدد الناقص من ال 30,000 اللي هو ما تمش في المرحله الاولى مع المرحله الثانيه. بعد كده حضرتك خدنا تدريبات، فضل الموضوع واقف شويه لحد ما بدانا خدنا تدريبات تبع وزاره التربيه والتعليم، خدناها في شهر 3 تدريبات عن طرق التدريب. وفي شهر 5 وخدنا اخلاء طرف كده من التربيه والتعليم وكل الادارات وكل الموجهين ومدير الادارات والمديريه، والوزير نفسه كان بيمر معانا في التدريبات، وتمام والدنيا 100 100، احنا خلاص ناس عدينا مراحلنا. خدنا في شهر 5 تدريبات بدني وذهني. بعد كده ظهر موضوع الحربيه وجاي قال لك انت كده عندك تدريبات في الحربيه، وقالوا تدريبات تمام الحربيه، وسحبنا ملف زينا اي طلاب الكليه الحربيه، حضرنا كشف طبي، حضرنا تدريبات رياضيه، حضرنا كشف هيئه، مفيش تعليق علينا في اي حاجه نهائي. نفاجئ باسماء 14,000 مستبعدين. ما اسماءنا ما جاتش. طيب ال 14,000 التانيين اللي جم؟ لا، ناس تقديرات اقل منا، ناس الموضوع عشوائي جدا، مفيش اي حاجه. طيب بمناسبة عشوائية الموضوع، واعتذر مرة تانية على المقاطعة، لكن البعض بيتحدث ان كان هناك رد من احد المسؤولين في الوزارة وصلح لي المعلومة ان كان فيها شيء مش دقيق، بيقول ان تم الرد، فكان يعني بيقولوا ان شكلكم ما عجبش بتوع كشف الهيئة. الرد كده تحديدا، هل هذا الرد بالفعل كان لبعضك يا فندم، او انت عندك معلومة عنه؟ الاستاذ شادي زرطة طلع قال هذا المعلومه، وقبلها قال ان انتم ساقطين تنظيم واداره اساسا. تنظيم واداره يعني الموضوع لما رحنا هناك نتفصل، فشادي زرطة نفسه طلع وقال انتم ساقطين تنظيم واداره، واحنا كشوفاتنا موجوده في تنظيم الاداره ناجحين، يعني انت بتقول المعلومات. بعد كده قال لك صفيتوا امني. طب امني ازاي 14,000 نصنا امني؟ رجع بعد كده قال شكلكم ما عجبش بتوع الهيئه. فعليا نفس اللفظ كده. ده المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم بيطلع بيتكلم مع 14,000 معلم بيتكلم بالصوت ده. نعم. طيب ماذا عن فكره الالتماس؟ احنا وصلنا ان حضراتكم تم رفض فكره، طب منكم انتوا شخصيا، فكره الالتماس والتظلم. يا فندم ماشي، الالتماس اللي احنا بعتنا في الاداره ده حاجه اسمه استبصار. يعني موضوع سكتهم بأي حاجة وخلاص، لا التماس ولا حاجة، ده موضوع استفسار ورقة كده الوزارة طبعتها هدي الناس وخلاص. ما هوش التماس، ده موضوع استفسار، ورقة طبعا الاستفسار. طيب كشوفات ظهرت حضرتك؟ مفيش كشوفات ظهرت. طيب نروح نسأل في المديرية اللي هي تبعنا تخصنا، مديرة التربية والتعليم تمام، يقول لك لا أنا ماضي على قرار استقالة إن أنا ما أظهرش كشوفات. فين المصداقية؟ فين عدم تدخل العنصر البشري؟ فين الشفافية؟ فين الميزانية اللي نازلة من 1/7 علينا؟ مليار 800,000، مليار 800 مليون نازلة من 1/7 في الميزانية الجديدة، فين الميزانية بتاعتنا؟ إضافة لحضرتك اللي أسبوعهم جم ال 14,000 اللي هم قال هيتسكن منتصف الأسبوع، عدى على دلوقتي الأسبوع الثالث وما تسكنوش أساسا. يعني لا للاسماء ولا 14 جنيه. ده انا شغلي فعليا
ولا احنا عارفين لينا موقف. الى الان حضراتكم مفيش معلومه واضحه عن سبب استبعادكم يا فندم. مسؤول يطلع يرد علينا، مسؤول يوضح لنا، حد يطلع يقول لي انت استبعدت بسبب كذا. انا ابدا اشوف انا عندي السبب ده ولا ما عنديش. حد يطلع يقول لي انت استبعدت بسبب كذا. نعم. فاللي بيحصل ده الله اعلم بقى، ميزانيه الدوله اتوزعت في اتجاهات غلط. يعني الموضوع يفتح اي حاجه ثانيه ممكن تتقال. وزير ما بعثله استجواب في مجلس الشعب كل يوم يتهرب منه لحد الان، مش عارف يرد على اي حاجه، مفيش مسؤول طالع يطلع يرد علينا في اي حاجه. نعم، كتير من النواب بالفعل، احنا نتابع الموقف ده من نواب مجلس الشعب، قدموا استجوابات عديده للوزاره على اساس ان يعلموا معكم الاسباب غير الواضحه وغير المنطقيه في استبعادكم، لكن لم يصل جواب ولا رد الى الان. احنا معاكم النهارده بنحاول نوصل تضرركم ده ومع التفاصيل. اشكرك طبعا على ما تفضلت بيه وقلبنا معاكم.